كنا أخذنا المثال ده قبل كده. هو بيقول إن إحنا عايزين نصمم، كان واخدينه assignment يعني، صمم منفذ برنامج يدخل فيه المستخدم عدد الثواني all seconds، هيدخل كل seconds كل عدد الثواني كلها على بعض كاملة، ثم يقوم البرنامج بتفكيك هذه الثواني. يعني مثلا أنا بدي ثواني زي المثال الموجود تحت، مثلا 11750 ثانية. 11750 ثانية دي الثواني المجملة، واستخراج عدد الساعات الـ hours، أطلع بقى إن هي 3 ساعات، وعدد الدقائق minutes و15 دقيقة، وعدد الثواني seconds و50 ثانية، اللي هي تمثل عدد الثواني المجمل اللي دخله المستخدم. يعني 3 ساعات و15 دقيقة و50 ثانية يعملوا 11750 ثانية. طيب الفكرة بتاعت البرنامج ده بسيطة جدا، ما عارفش الناس حلتها ولا لأ. يعني على العموم أنا ممكن أعمل save as كده وأدي الإكزامبل ده 17، ونقول بسم الله. إحنا عندنا الأول all seconds زي ما اتفقنا، all seconds بالنسبة لنا اللي هي كل الثواني على بعضها، ودي هتيجي من input، هقول لليوزر فيها enter number أو a number of seconds، دخل عدد الثواني. طبعا الرسالة هتطلع، هنحولها طبعا إلى رقم صحيح، فأقول له int، وأقفل في الآخر القوس بتاع الانت. ماشي اهو، حلو جدا. يبقى كده اليوزر هيدخل عدد الثواني وانا احولها لانت واحطها جوه الاول سكندز. ماشي، كلام جميل جدا. عايز اطلع الساعات، فاقول له الاورز مثلا ايكوال الساعات، يعني بتساوي الاول سكندز، الاول سكندز اللي هي كل عدد الساعات كل الثواني، على احنا محتاجين نعرف الساعة فيها كام ثانية. خلاص، اللي هي المفترض لو انت جبت الكالكوليتر بتاعتك العادية جدا، هنقول والله فكرة وببساطة، فين الكالكوليتر؟ مش شايفها ولا ايه؟ اهي. ماشي، المفترض ان انا عندي الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية، يبقى عمل معايا كام؟ 3600 ثانية. يعني الساعة فيها 3600 ثانية، فممكن طبعا اجي اقول والله 60 دقيقة في 60 ثانية، 60 دقيقة في 60 ثانية، وممكن اكتب 360 على طول مباشرة، ممكن اكتب 360 على طول ايه مباشرة. المهم لو جينا عملنا كده، تعالى نطبع الاورز كده. يعني لو جيت قلت له print الاورز، خلاص دوست كنترول اس ودوست اف 5، هلاقي قال لي دخل عدد الثواني. هدي الامثله اللي كان موجود في المثال 11750، دوست انتر، قال لي 3 ساعات وكسور. قلت له اخي انا مش عايز الكسور دي، انا مش عاوز الكسور دي، انا عاوز الرقم الصحيح بس، مش عايز باقي الاسم اللي هي العاديه. اقول له يبقى احنا محتاجين نعمل ايه في الكود بتاعنا؟ نعمل ايه؟ نعمل علامتين كده، صح كده، كنترول اس كنترول اف 5 او اف 5. قال لي دخل عدد الساعات 11750، دوست انتر، قال لي دول 3 ساعات. قلت له صحيح، دول فيهم 3 ساعات، كويس جدا. انا عايز بس اظبطه ان انا عايز احط نقطتين بعد كلمه سكندز عشان الرقم يتفرق عنها، عشان الرقم يتفرق ايه عنها. كويس جدا، جبت اجمالي عدد الساعات، جبت اجمالي عدد الايه، عدد الساعات. ماشي، عايز بقى ايه؟ اجيب عدد الدقائق المتبقية، عدد الدقائق المتبقية. خلاص، هو معملها ازاي؟ هقول والله عندي variable اسمه minutes، خلاص، وده هيساوي، ايوه هيساوي ايه؟ مثلا ماشي، مزبطش او مش مشكلة. هقول له all seconds لعدد كل عدد الثواني على بعضهم، على 60 كرقم صحيح،
ماشي على 60 كرقم صحيح كده اهو. انا ما جربتش 60 في 60 يعني مش دقايق في ثواني، انا عايز 60، انا عايز بس اللي هو ايه، عايز ال 60 كده اهو. الحته دي كده جابت لي عدد الدقايق، انا عايز المتبقي من بعد الساعات، عايز المتبقي من بعد الساعات. هفهمها لك ماشي. خلينا نقول ايه، يطبع لنا المينتس بالمنظر ده، ودوست سيف ماشي عشان افهمها لك. وقف 5 كده، قال لي النتيجه بتاعتك هتبقى عباره عن دخل عدد الثواني 11750 زي ما احنا متفقين. دوست انتر قال لي 195، قال لي 105 وايه، 195. طب كلام جميل، هو ال 195 195 خلاص على ال 60 هتعمل معاك الثلاث ساعات اللي احنا اتكلمنا عليهم. ايوه بس ثلاث ساعات ومنهم ال 25 صح ولا ايه؟ ومنهم الايه؟ ال 25 او المتبقين يعني. قلت له ماشي، احنا كل اللي محتاجين نعدله في الكود، في الكود بتاعنا، هي انا عارف ان اديتكم مثال كده يعني، كل اللي احنا محتاجين نعدله في الكود بتاعنا ايه؟ ده كله خلاص مودولس 60 يعني المتبقي منه في ال 60. لو دوست كنترول اس وقف 5 ودخلت 11750 دوست انتر، قال لي متبقي 15 دقيقة. قلت له هو ده صح؟ اللي هم كانوا عاملين 25 من الايه؟ من الساعة، اللي هي 25% من الساعة، اللي هي مش عارف فهمتوها ولا لا. بس لو احنا ما كناش عملنا المودولس دي او المتبقي ده او الريمايندرز ده، دوست كنترول اس ودوست اف 5، كان بيجيب لي يقول لي ايه، كان النتيجه بتطلع لما بعمل 11750 كان بيجيب لي الساعات 195. لما عملناها على الاله ال 195 دي فكناها بكام؟ طلعت بثلاث ساعات و25% قصدي 25% من الساعه، 25% من الساعه الربع ساعه، 30% اللي هي 50% يعني نص ساعة، 75% يعني ساعة الا ربع، وهكذا خلاص. طيب فاحنا قلنا لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نعمل ايه، غيرنا حاجة بسيطة جدا في البرنامج. ايه اللي عملناه؟ قلنا له لا والله، بعد ما تجيب اللي هو ده عايزين الباقي، باقي اللي على 60، باقي اللي على 60 متبقي من على 60. فالمتبقي اللي هو الربع بس على 60 يعمل معاك كام؟ يعمل معانا اللي هم ال 15 دقيقه. وبالشكل ده وصلنا لل 15 ايه دقيقه. بنفس المنظر بالظبط، متبقي بقى السكندز سكندز هنا هنقول له الاول سكندز اللي موجوده، بس احنا مش عايزينها كلها، عايزين بقى ايه بعد ما تقسم، بعد ما تقسم المتبقي من قسمته على 60. يعني انا هقسم عشان طبعا عندي ثواني مش هقسم مرتين، انا عايز اقول ايه، هتقسم على 60 صح، هيطلع ارقام صحيحه. المتبقي بقى هو ده، هو ده الثواني. نفس الفكره عملناها فوق، اما قسمنا على 60 عشان نجيبها دقايق، وبعد كده قسمين اللي متبقي منها على 60 بقت هي دي الدقايق. المره دي ما عنديش كده، عندي ثواني مباشره، فقسمت على 60 بس، لان من الثواني للثواني. فانا بقول له ايه اللي هيتبقى من الستينات، يعني لو فكينا، تخيل كده معايا لو فكينا الرقم الموجود كله على الستينات ماشي، ثواني ثواني ثواني، عمال تفك ستينات 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 ستينات، هيبقى كسور في الاخر. الكسور دي بالنسبه لي هي دي ايه، بعد تقسيمه الساعات وبعد تقسيمه الايه وبعد تقسيمه الدقائق. يعني لو جينا نعمل دلوقتي كده، المفروض هم 50 ثانيه، هم اصلا واضحين. كنترول اس كده اهو، مدايس اف 5 اهو 11750 واضحين ليه؟ لان اللي هيبقى 50 اهو، 50 ثانيه، لان دي بالثواني. فهو فك الباقي كله، بقى 50 ثانيه ما كملوش 60. لو كانوا كملوا 60 كان ايه؟ كان عدل، كان 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 عدهم. يعني لو احنا جربنا ادوس اف 5 كده، لو جربنا نفس الفكره بالظبط، قلت له 1 1 7 60 كده، دي بايه؟ الثواني كده ما بقاش فيه ولا ثانيه زياده، ده كده الساعه بالظبط صح؟ يعني ساعه ودقايق ومش هيبقى ثواني. لو دوسنا انتر قال لي زيرو ثواني هيبقى، فعلا زيرو ثواني ايه؟ هيبقى، لانه قسم على الستينات ما بقاش حاجه. خدتوا بالكم من الرقم؟ ما بقاش حاجه، فاخره 60 فما بقاش حاجه. بالشكل ده كده نكون خلصنا فكره التمرين، الاكزامبل البسيط اللي شفنا الناس تشغل بيها مخهم. يعني قلنا الاورز و
واحط كولوم كده واطبع ونطبع جنبيه الاورز، ناخد كوبي جميل بيست بيست، وهقول له المينتس، وهقول له السكندز، و غير هنا بقى دي مينتس، وغير دي هنا مين سكندز كده. هو احنا ايه كده، احنا طبعا التلاتة دوس كنترول اس ودوس اف خمسة. قال لي ماشي، دخل بقى الرقم بتاعك، قلت له 1 1 7 5 0، دوست انتر، قال لي 3 ساعات وربع و50 ثانية. طبعا الرقم اللي احنا كنا بنجربه ده ما هو الا ايه الرقم، بس عشان نبقى متأكدين ان النتيجة بتاعتنا صح، لكن انت طبعا تقدر تجرب الكلام ده يعني زي ما انت عاوز. يعني لو دوست هنا